اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. رمضان كريم ورمضان بيجمعنا سفره واحده واكله حلوه، سواء من الصعيد الجميل او من الريف المصري لازم نحن للاكلات الجميله والزمن الجميل. معانا النهارده من المحتويات بتاعتنا والمشتريات بتاعتنا معانا الكشك. الكشك ده مخزون الصعيد الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. ومعانا رز مصري ومعانا شويه كلاوي ومعانا صدور فراخ، شوربه الجزر معانا برضو في المنيو بتاعنا النهارده، ومعانا القطايف الجميله الحلوه. ولكن انا مش بقول عن المنيو واسرار المنيو، لانه زي ما حضراتكم عارفين معايا من بدايه الشهر الكريم نجوم شاشه القناه الاولى دايما متواجدين معايا في الاستوديو هنا، وهم اللي بيقولوا المنيو. احنا بنعرض عليهم الماتيريال بتاعنا والمكونات، والمكونات دي موجوده في اي بيت، يعني تفتح الثلاجه هتلاقي الحاجات اللي موجوده، الكشك مخزون، الرز وهكذا. ولكن اللي يهمني اقوله ايه، احنا طبعا في النص الشهر الكريم خلاص، في النص العشرة الاوسط يعني، مهم جدا ان احنا بنجهز نفسنا لكحك العيد وبنحضر نفسنا، واعتقد ان ايام العزومات بدات تخلص وهي بترجع تاني في اخر رمضان. يقول لك قبل رمضان ما يخلص احنا هنتعزم او نعزم، فالكلام ده مطلوب، فلازم تحط في الاعتبار ما يكونش فيه متخزن عندك كتير حاجات في التلاجه، ما فيش حاجات متخزنه كتير في المطبخ، بقدر الامكانك تعملي كنترول للمخزون ده، لان هيجي عليك العيد هتاخدي الاولاد وتخرجي، عندنا فسح، فما تخليش حاجه في التلاجه بقى وترجعي تاني ترخصي حيطه من تاي والعلب والحاجات وهكذا، فبقدر الامكان تعملي عمليه حصر وتبداي تتخلصي بالحاجات اللي موجوده. مش عايز اطول حضراتكم لان النهارده معايا ضيفه مميزه وهي طبعا بنت الصعيد، وهنعرفها بعد ما نطلع فاصل صغير من ضيفه النهارده اللي هتنورني في الاستوديو ونشوف الاكلات الجميله معاها. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل في ضيافه النهارده، وطبعا هي مش ضيفه، هي صاحبه مكان هتنورني النهارده في الاستوديو، هنعرف الجانب الاخر الانساني والجانب الشطاره في المطبخ وشطارتها، واولادها يسافروا يروحوا ييجوا، يا ماما عايزين ناكل من ايدك، يعني ممكن تسافر اه بس حابين برضو ياكلوا من ايديها وهي مسافره. بنت الصعيد النهارده الاعلاميه المتالقه على شاشه القناه الاولى الاستاذه شروق عماد الدين. اتفضلي يا استاذه شروق. اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ نورتينا في الاستوديو. ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. طيبة. مبسوطه قوي ان انا موجوده معاك النهارده. اشكرك يعني بجد والله. هتبقى ان شاء الله حلقه مميزه عشان انا هبقى موجوده معاك بس مش اكتر يعني موجوده جنبك. اشكرك. ميرسي يا شيف. اتفضلي ست الكل. عايز اقول لك يعني انت طبعا شاطره في المطبخ جدا، والكواليس بتقول انك انت يعني معروفه في العيله احسن حد فيها من الاهل للدرجه دي. بس ما بتعرفش بتيجوا هنا ليه؟ في اصل ملعبك كدا. يعني احنا ازاي هنيجي نقف بقى يعني نبقى قدامك؟ بالعكس احنا بنقعد يعني نحاول نخرجك برضو من الجو ده. يعني انت النهارده عاملين لك اكل جميل جدا. انا شايفه حاجات كده مختلفه. بما انك انت بنت الصعيد الجميل الحلو. كشك صعيدي. كشك الصعيد. هنعمله النهارده بالفراخ. بالفراخ. طيب رأيك. حلو قوي. انا هحكي لك قصه الكشك بس لما تسالني. يعني. بيتعمل ازاي على فكره؟ طيب. انا مين اعرف بيتعمل ازاي؟ بما ان ده عنوان الاكلات هو الجميله. هو عامه يعني. الكشك الصعيدي يعني مختلف عن الكشك المصري. طبعا. لانه الكشك المصري في الغالب بيبقى دايما يعني بشاميل بس. ولكن الكشك الصعيدي ليه طريقه مختلفه يعني. فانا مزبوط. لما دقت المصري حسيت انه في حاجه ناقصه او في حاجه غلط. مظبوط. عامه دايما الكشك الصعيدي بنعمله بشوربه البط او شوربه الفراخ. حلو. يعني دايما بنبقى عاملينه كده. هو طبعا هو ناشف قوي وصلب زي ما يمكن مش كل الناس القاهريين او من باقي المحافظات عارفين. اهو في ايدي الشيف اهو. بس كده كده. هو يعني مش حاجه لينه يعني. جاي النهارده مخصوص للاستاذه شروق. اهو. يا سلام. يا تسلم ايدك يا شيف والله. فاحنا بناخده طبعا. الناس ممكن تقول ايه الطوب ده يعني. في ناس كتير قوي ممكن تشوفه تقول ايه ده، شبه الزلط، مش معقول الزلط ده يعني. لا ده بيطلع في الاخر حاجه جميله جدا يعني. طيب هو ده بيتعمل ازاي؟ احنا بنجيب الشوربه بقى بتاعه البط او الفراخ. وبنسلقه فيها وبنسيبه لغايه ما في الاخر ده يلين خالص. ولما ندوقه نلقاه استوى. خلاص. وبعدين بنجيب دي طريقه مامتي وجدتي. بنجيب بقى شويه ميه كده صغيرين. حل. ودقيق ونخلطهم ببعض وبعدين نحطهم عليه. على الخليط ده. حل. ونبتدي بقى. هيبقى طبعا هو بيبقى محتاج ان هو يبقى متجانس اكتر من كده، فبنحطه في الخلاط نضربه كله مع بعضه. وبعدين نرجع تاني نحطه على النار.
حلو ياخد بس طبعا هيكون حاطينه مع الخلاط اللبن. اللبن ده اساسي يعني لازم نحط اللبن. حلو بس هناخده بقى نحطه يغلي غلوتين كده وبعدين نروح حاطين بقى معلقتين سمنه حلوين كده نكون محمرينهم وحاطينهم على الوش ونجيب بقى على جنب كده بصلايه متأمره كده ومحمره زي بصل الكشري ونروح رشينها على الطبق كده بتبقى اكله رائعه صراحه. حلو الحاجات الحلوه بما ان الكشك انت بتعرف ان هو بيتعمل من القمح طبعا من القمح عشان المشاهدين يبقوا عارفين وبيتعمل مخصوص يعني الحاجات دي مش موجوده كده غير مثلا في الريف بقى. لا بياخد شغل سوري انا اسف في الصعيد بجد يعني وتحط في الصومعه كده وتخزن وحاجه لطيفه بالظبط بالظبط. بمناسبه الكشك بقى الكشك من الاكلات الموثقه من ضمن الموسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه فعلا يعني تروح الصعيد تروح الصين تروح اليابان تروح اي مكان في الدنيا الكشك الصعيدي معروف انه مصري. ايوه من ضمن الاكلات الموثقه والمدرجه من ضمن الاغذيه الشعبيه المصريه صحيح. فدي حاجه حلوه يعني لنا عنوان كده في الكشك. على فكره انا بعتز قوي باي حاجه خاصه بالصعيد يعني ببقى مبسوطه جدا ومعتزه بيها وخليني بقى احكي لك على حاجه انت عارفه ان طبعا في اكلات كتيره مدرجه زي الفول والفريك والكشك والملوخيه زي مدرجه ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه والفريك من الحاجات اللي لها عنوان يعني انا اعرف ان هو بيتاخد هدايا كمان لما نسافر صحيح. من ضمن الاحجات اللي هو لك انا جايب لك كشك من الصعيد الكشك وده احلى هديه على بقى والكلام ده ايوه دي احلى حاجه طيب. بصراحه قول يا ست الكل احنا بمناسبه الشهر الكريم طبعا دايما بنسال ضيوفنا اللي بيجوا لنا هنا بنتعزم ولا بنعزم؟ لا انا عارف حضرتك الكريمه لا انا معزوم معزوم لا 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 يعني بتتعزم ما بتعزميش بص انا هحكي لك قصتي انا هفضح نفسي يا جماعه عشان مش عايزه حد يجي هو لا انت جايه ناويه النهارده ايوه عارف بنفسي انا طبعا اتجوزت ما بعرفش اعمل اي حاجه خالص يعني لدرجه ان انا ما بعرفش حتى يعني البيضه لما اسلقها هي اتسلقت ولا لا مش عارفه يعني فعلا لانه ده بيرجع لان مامتي شاطره قوي 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 في المطبخ يعني المطبخ ده لعبتها وبعدين كل الحاجات الصعبه مثلا هي بتحسك ان هي دي ادفع حاجه بالنسبه لها وده حلو المحاشي والحمام وانت نفسك في محشي طب يلا فتلاقي ربع ساعه مثلا نص ساعه كده حاله المحشي اتعملت وترصت وتلفت والحشو اتعمل وكل حاجه وفي السوى فانت طبعا ايه عارف بقى انت المثل بتاع اللي هو بنت الشاطره كسلانه عارف المثل لا ده لا انا عارف قالب القدر على فمها تطلع البنت لامها لا المثل ده عندنا بقى التاني بيتطبق عليا اللي هو يعني ايه لما تبقى الام شاطره قوي قوي فاولادها كلهم بيعتمدوا عليها حل. فطبعا انا اتجوزت بقى وطبعا كنت متجوزه بعيده عن ماما كمان حلو فايه ده اعمل ايه يعني انا متعوده طبعا على التليفون بقى نشرح كل حاجه على التليفون بقى ماما بتفضل معايا قالوا يا ماما طبعا عايزه اعمل رز يعني انت فاهم رز فطبعا ماما تفضل معايا على التليفون اعمل الاكل كله ويستوي واكله واقفل التليفون اقفل المكالمه يعني او تعمل لك زياره تعمل يعني لا كده بالظبط عشان كان في مسافه بيننا يعني فانا اتعلمت المطبخ كده ولان طبعا انا عندي يعني هو المطبخ بيجي بالتجارب انك تخش المطبخ تجربه بالظبط كده لا وانت كمان عارف يا شيف لما بتكون طول عمرك بتدوق اكل حلو ومميز وفجاه ينقطع عنك انت هتطلعه زي ده لان انت مش راضي غير ان هو يطلع غير بالطريقه دي وبالطعم ففضلت بقى ورا لغايه ما انا لقيت نفسي بقى بعمل خدت التجربه ونجحت فيها عزومات بقى والدنيا وكلام من ده وما كنتش مصدق نفسي ولا حد مصدق طيب بصي يا ست الكل احنا عندنا طبعا هنعمل الكشك بالفراخ دلوقتي معانا كشك ومعانا فراخ تمام معانا بصل وتوم والبصله المقرمشه الحلوه اوكي ايه رايك تمام زي الفل المقادير على الشاشه يا شباب مقادير الكشك الصعيدي الجميل الحلو دجاج ممكن يكون لحمه ممكن يكون بط ممكن يكون وز اي شوربه دسمه هو حبيبته الشوربه بالظبط طبعا انا هشتغل في الكشك مطلوب من حضرتك تساعديني ممكن تساعديني يا سلام عندنا قطايف النهارده بالمكسرات وانا عارف انك شاطره في الحلويات اتعلمت من ماما برضه اتعلمت من اكتر ماما ولا حماتك لا ماما بصراحه ماما. يعني حماتي برضه مدير عام بقى وكده وبرضه مشغوله طول الوقت في شغلها بس ليها برضه حاجاتها المميزه يعني تعمل مثلا الحاجات الغريبه رز بالقراصية الحاجات دي حلو رز بالخلطه مثلا يعني طيب انا عامله النهارده استاذنك لكن بقى. ماما بقى يعني لا القطايف دي على طول عندنا في البيت طيب. الكنافه الاصليه بقى اللي هي الاصليه بجد يعني دي برضو اللي هي متحمره بالسمنه والمكسرات وكده كل ما كانت الكنافه بسيطه كل ما كان طعمها يبقى مميز اي نعم في حاجات جديده دلوقتي ومختلفه مش كل حاجه حلوه ومستساغه بس في حاجات بتبقى لطيفه برضو وخفيفه طب ايه الحلو المفضل للاستاذه شروق في رمضان عندك طيب. الكنافه البسبوسه بلح لا بصراحه انا بالنسبه لي طبعا الكنافه والقطايف لما تبقى مقرمشه القطايف كان مقرمشه احنا عايزين ناكل قطايف النهارده من هناكل قطايف ايه رايك ماشي مستعد بقى طيب انا هستعد اهي اتفضلي حضرتك ممكن تيجي تشرفينا كده هنا
القطيفه نقفلها بالكيس علشان ما ينفعش ان احنا نفكها. اوكي عشان ما تنشفش. أيوة. صح كده. والحشوه زي ما انت حضرتك حابه. طيب خلاص نلبس. انا عايزك تبدعي في عمل القطيفه النهارده علشان حبدأ. ايه اللي بيتابعونا دلوقتي بيشوفونا وانت عارفاهم طبعا. طبعا. فليه طبعا. طبعا انت عارف بقى انا في أيوة. ناس كتيره قوي قاعده مستنيه الحلقه بتاعتي. انا بعدت حضرتك عن التقليبه. مفيش تقليبه. أيوة. وطبعا بسلم على كل زمايلي اللي بيتفرجوا عليا هم فاهميني طبعا. بمناسبه زمايلي بقى ايه الكواليس اللي بتحصل ما بين المذيعين والمذيعات للبرنامج بتاعنا في المطبخ؟ عايزين بصراحه يعني. انا يعني طب ده هو انا الدور عليا النهارده ان هم يتريقوا عليا. بجد؟ ايوه الدور عليا مفيش. مين؟ هو طبعا احنا كل يوم يعني انا افتكر اول حلقه كانت فاطمه. وفاطمه انا عيبت سبحان الله يا فاطمه عيبت على القطايف قعدت 10 سنين تقفلي القطايف واحده جات لي اهي جات لي القطايف جات لي جات لي القطايف فيعني انا النهارده يا فاطمه ربنا جاب لك حاجه طبعا. كان معانا امبارح الاستاذ يوم الخميس استاذ يوسف عبد يوسف طبعا ابدع أيوه. ابدع مش عايزه اتكلم بقى عن ابداعات الزملاء اكتر من لا كده. انا بركشك يعني عشان برضو ايوه ففي منهم بقى اللي جات له حاله هستيريه في التقليب مثلا فقعد يقلب وانا بقلب هو عادي برضه لا يعني. انت بتقلب لهدف لكن مش كله كان عنده نفس الهدف يعني حلو فانا يعني ايه ان شاء الله هم هيطلعوا بحاجه يمسكوها عليا برضو انا هسالك سؤال محرج يعني. شويه اتفضل. من ضمن الحالات اللي شفتها كلها طبعا مين في نظرك اشطر حد شفتيه على الشاشه من المذيعات والله بيطبخ. هقول لك للأمانة. لا هم معتدين واحنا كلنا عارفين احنا عارفين يعني الهام كانت طبعا احنا طبعا استاذه الهام نمر دي مدرسه الهام نمر يعني طبعا دي مدرسه وطعم وتيست وكل حاجه انا دوتك لها وهبه برضو وانت لسه معاك جاي مفاجآت ثانيه ففي ناس ثانيه على فكره بيعرفوا يطبخوا هيجوا انا مؤمن وفي ناس بقى بيبقى ليها في الغربي اكتر اكتر من الشرقي فحظهم جه مثلا ان في الحلقه انه الاكل كان شرقي او ما احنا ما بنوهش على المنيو احنا سايبينه يعني كمين كده حضراتكم هم بيتفاجئوا بياخدوا الصدمه مش بيتفاجئوا ايه رايك في ريحه الكشك ده جميل بجد شفت ازاي هنفضل بقى نقلب ايوه بس هنقلب. انا عايز يغلي بس عشان نقلب التقليب بتاع ليلى عمر وامام منصور هنقلب أيوة. التقليب بقى بتاعنا بقى التقليب اللي بهدف طبعا احنا معانا الكشك اهوت ده حاطينه في شوربه منقوع يعني عشان يوصل أيوة. للمرحله هو اللي احنا بالظبط كده هو كده هيوفر صح. علينا وقت كبير في التسويق ايه رايك حضرتك تطلعينا فاصل يا استاذ شروق فاصل اخباري يعني هنروح لفاصل دلوقتي اخباري واحنا في وسط المعمعه دي وهذا وكل ما طاب ولذ هنروح دلوقتي مع حضراتكم لفاصل ونعود من جديد مع الشيف مغازي ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمذيعة المتألقة بنت الصعيد الجميل الأستاذة شروق عماد الدين منورانا يا أستاذة شروق ربنا يخليك يا شيف أنا مبسوطة قوي إن أنا معاك النهاردة لا والله مش كنت مبسوطة إن أنا طالعة معاك أشكرك تعرف أنا كل يوم أقول لك إيه أنا عايزة أقدم البرنامج معاك تحت أمرك أنت شاطرة جدا في القطايف معروفة هي القطايف بقى يا شيف بقى القطايف دي فيها موضوع على فكره من اصعب الحاجات طب انا عملت اتنين لو تفتكر فاطمه عايز الحلقه كلها تعمل واحده احنا مش عايزين بقى مالناش دعوه مالناش دعوه بحد احنا خلينا طيب في القطايف بتاعتنا كل واحد والقطايف بتاعته حلو قوي يلا طيب احنا القطايف دي خلي بالك من الحاجات الصعبه اللي كنت لازم تقفليها كويس لان ممكن تفك منك في قلب الزيت طب انت ايه رايك لا زي اديني كم من 10 10 تفوقت فيها كويس قوي ولازم قول لنا بقى اشرح للساده المشاهدين القطايف دي ايه مكوناتها وايه الحشوه بتاعتها طيب احنا القطايف طبعا احنا يعني اغلب الناس بتجيب العجينه جاهزه يعني ما حدش بقى هيتعب نفسه الموضوع مش صعب قوي كده يعني حل. فاحنا هنجيب العجينه جاهزه طبعا ومعانا المكسرات بقى وبنحط طبعا في وش للقطايف وفي ظهر دي احنا بنحط الحشو جوه يعني في الحتت اللي فيها من الناحيه اللي هي ممكن تلزق يعني. بالظبط كده فاحنا بنحط الحشو هنا اهو انا عملت اهو وبعدين بقى يا شيف كمان احنا بنبدا بالمكسرات صح حلو. بعد شويه في نص رمضان كده او بعد شويه تلاقينا ايه دخلنا على حشوات مختلفه ممكن على فكره ممكن تتعمل حادي على فكره ممكن تحشيها مفرومه عادي يعني القطايف دي على فكره ممكن تحشيها لحمه مفرومه فراخ مفرومه عادي خالص وتتحمر في الزيت وتبقى لطيفه طب هي تبقى ايه الفرق بينها زي الفطاير يعني ايه الفرق تبقى بينها وبين السمبوسه عجينه السمبوسه بتبقى عجينه رقيقه مقرمشه مورقه كده وهشه ايوه دي بتبقى لطيفه برده ممكن تحشيها وتقدمها مع كاتشب مع مايونيز مع توميه تبقى طب حلو طب ويا شيف لو هنعمل أفكار بقى يعني. افكار للحلو تاني غير المكسرات عشان نسهل للناس ممكن بالقشطه بالقشطه ممكن تعملي قشطه قمر الدين تبقى قطايف وقمر الدين ممكن تحشيها قشطه ممكن تحشيها عين جمل ممكن تحشيها لوز ممكن تحشيها تمر
صحيح. كمان مره يا شيف كده كنت عملت بقى يعني بالشكل ده اهو القطايفايه وقفلتها كده. لا اهم حاجه القفله دي اهي. عملت كده وحشيتها من جوه كريم شانتيه. حلو جميله. يعني بنحمرها الاول مزبوط. وبعدين بنحشي بقى الكريم شانتيه تبقى لطيفه وبتبقى خفيفه يعني. دي جميله جدا. حلوه. ايه رايك فيها؟ بتحشي كريم شانتيه او قشطه مع فوز بالحلبه بتبقى بالمنظر ده كده. لطيفه اهو. بتبقى بالمنظر ده كده. عصافير. ايوه اهي. ايوه اهي بتبقى بالمنظر ده كده. وبعدين بنحشيها بقى كريم شانتيه فبتبقى إيرك. لطيفه قوي. حلو قوي. ايه رايك في الكشك بتاعنا ده يا باشا؟ الكشك رائع. واحنا عايزين الحلقات دي بعد الفطور فراخ جواه. بنعملها على السحور. على السحور. بمناسبه السحور يعني عشان ايه الطبق المفضل للاستاذه شروق على السحور؟ طبق الفول الجامد طبعا. العائله. الفول الجامد الاصيل المصري الاصيل طبعا. تعملي الفول ازاي؟ والله انا عندي بقى ايه في تنوع في البيت يعني. عندي مجموعه بيحبوا الفول يحطوا عليها كده معلقه زبده من فوق. حلو. ويحط ملح وفلفل وكلام من ده. حلو. وفي مجموعه تانية بتحبوا بالزيت والليمون. حلو. والكمون بقى وكده والحاجات. الكمون اساسي مع الفول. طبعا. بيدي نكهه حلوه قوي مع الليمون كمان والزيت. حلو. فهتلاقي الاثنين. وساعات بقى يا شيف افتكاسه برضو بعد رمضان كده بشويه تلاقي الناس كلها زهقت من كل الاكل. فتلاقي في طاجن فول موجود على الفطار. ده اساسي. انا بحب الفول الطاجن ده اللي هو بالصلصه ومعمول عليه الخضره من فوق كده وبيبقى جميل بصراحه. حلو. بيبقى حلو قوي. وطبق الفول على الفطار على السحور للفائد للغني ده لازم طبعًا. يكون موجود وكله فايده يعني. احنا بنتكلم انه كمان الفول كله فايده وبروتين. انا بعمل دلوقتي شويه كلاوي يا استاذه شروق. انا واخده بالي اهو. وهعمل شويه رز بالخلطه. حلو. رز بالخلطه ده موسوعه لست البيت تطلع خبرتها الطهويه. انا بحبه قوي يعني. بعد انا بحط... بحبه قوي قوي عشان انا بحبه فتعلمته. تقولي لنا بيتعمل ازاي؟ طيب احنا بنجيب الاول الرز طبعا. انا يعني في طريقتين. حل. يا اما بيتكرمل يا اما بنفضل نحمره. انا الحقيقه عشان بحب التيست قوي فبعمل الاثنين. يعني بفضل احمره شويه في السمنه. حلو. معيار الرز ده انا جبته. وبعدين كمان بجيب طاسه كده على جنب بروح حاطه فيها على قد الرز اللي معانا. حلو. بروح حاطه فيها عدد معالق السكر. كرملي بالسكر. حلو. وعلى النار كده واول ما تاخد اللون الحلو اللي هو ما يتحرقش. حلو. ومش ذهبي يعني اغمق من الذهبي حاجه بسيطه عشان يدي اللون. حلو. نروح حاطين عليه الشوربه بقى كله على بعضه كده وننزل بيه على الرز ونحط بقى القرفه الحلوه برده. لازم القرفه مع الرز وتدي اللون. والحبهان والملح والبهارات بتاعتنا تحط شويه مكسرات في العاده زي حسب المكسرات بقى برضو انا بقول لك بحب التيست قوي. فبجيب المكسرات حسب الرغبه احمرها الاول في حته زبده كده. حلو. وبعدين بقى نحطها كده على الوش في شفت بقى انا الكبد والكلاوي تنزل مع البصلايه كده. الله. والريحه ولازم يعني تكون الطاسه سخنه بجد. الريحه رائعه وريحه البصلايه تديكي لون محمر. الفلفل يعني حاجه كرملت البصلايه اهو ده الطعم. انا بقى صحبة. بدي طعم الرز الكرمله بتاعته بالسكر اللي موجود في البصله عشان المخرج كده بيقول البصلايه لونها. صحيح. انا قاصد ان البصلايه تاخد لون وتديني الكرمله بتاعتها. يعني بستغنى عن السكر. لان هو البصل فيه شويه سكريات يا استاذه شروق. طبعا. فانت عايزه تاخد السكريات اللي جواه تحمريه في بغير لا زيت ولا زبده كده يقوم يتكرمل معاكي في قلب الطاسه. شفت خدت بص على الكلاوي كده اهيت زي الفل اهي. الله. رز صياديه ممكن تعتمدي على الكبده برضو. ممكن في نفس الطريقه دي برضو نعمل الكبده. نفس الطريقه الكبده. الكبد. صح كده. خلي الطاسه شديده دايما. تعملي الكبد كلاوي. يعني ريحه تحفه. نحط عليها شويه بهارات كده كمان. الكبد الكلاوي على النار. انا اديت لها شيشه ميه. تمام. لان هي غير الكبده. كلاوي شويه. نحط لها شويه ميه صغيرين عشان السوا. تاخد في السوا شويه. فحطيت لها شويه ميه وبغطيها. جميل. انا مش هحط الرز. بعد ما بتستوي بتحط بشيلها اخليها على جنب. اصفيها من البيون والبهريز ده وانزل بالرز في قلب الطاسه تاني. اقلب الرز. أوكي. مع شويه قرفه مع شويه بهارات. الرز استوى وقرب يستوي خلاص. ننزل بالكلاوي على الوش كده ونغطيه يتكمل. بس هي تاخد نفس بهاريز نفس بهاريز الكلاوي. بس هنسيبها شويه تاخد غلوه. طيب نيجي للكشك بتاعنا. يلا بينا. ايه رايك في الكشك ده كده خلاص؟ ايه رايك نغرفه؟ رائع والله. حضرتك اللي تغرفه لنا بقى. يا سلام. انا جاهز الطبق والقوام بتاعه ده حلو عشان لما يبرد ما يبقاش ايه سميك. هو ده. شفتي ده كده؟ نقدر نغرفه بقى ونحط له البصلايه بتاعته المقرمشه الحلوه. السر كله بقى كمان الطعم في البصلايه دي يا شيخ. البصلايه المقرمشه في الاخر بتدي طعم رائع بصراحه. استاذه شروق انا استاذنك تغرفي لنا الكشك.
عشان الكشك ده من المطبخ الصعيدي، وانت اكيد بتحن للصعيدي الجميل. بتسافري في الاجازه؟ والله بقالي كتير قوي، بقالي سنين ما سافرتش. بس كنت قريب في زياره سريعه كده. حلو، اتفضلي كده التصعيد. بس زي الفل، اتفضلي. احنا مش بنقل، احنا بنغرب. بنغرب. احنا نختلف عن الاخرون. ايوه، قولي لي بقى، بمناسبه السفر. ايوه، اكيد حضرتك بتسافري كتير. سافرت رمضان في بره، حضرتي مره يعني؟ الحقيقه انا جه عليا مره، قضيت جزء كبير من رمضان في دوله اوروبيه. والحقيقه لا طبعا، جو رمضان في مصر لا يقارن، ولا يعني ما ينفعش حتى، يعني ما فيش حاجه اسمها رمضان بره مصر. رمضان في مصر حاجه تانية. ده اللي انا اقدر اقوله لك. بصي، يعني الناس كلها بتيجي تقضي هنا في مصر. طبعا طبعا. حتى الناس كلها فعلا زي ما انت بتقول كده من الدول المختلفه. رمضان بالنسبه لهم في مصر لا حاجه تانية خالص، واجواء مختلفه. واحنا اصلا شعب بيحب الطقوس وبيحب ومتمسك، بيلتزم بيها يعني. بالظبط كده، يعني تورث لاجيال ثم اجيال. يعني خلينا بس نوجه تحيه بالمناسبه لكل اهالي المطريه، ويمكن انت شفت يا شيف اكبر وليمه في العالم، ده بيتعمل في الدنيا. فين البلد اللي بيتعمل فيها الكلام ده كلهم يفطروا على سفره واحده، والصحبه الحلوه دي للناس اللي عارفين بعض واللي مش عارفين بعض، والكرم والضيافه والحب والفرحه بتاعت الشهر الكريم. وانت عندك الحاجات دي بتشوفها كتير في الاحياء يعني المصريه، في الشبرا، يعني في المناطق كلها. دي اجواء مصر المختلفه اللي مش ممكن تلاقيها في اي حته تانية يعني. مظبوط. والدليل على كده عندك الخمس ايام الاولى والعشر ايام، واعتقد كله عزايم، يا نتعزم يا نعزم. ده حقيقي. عشان كده ده السؤال الاول لينا على طول، على عازم ولا معزوم؟ نعم، عازم ولا معزوم. ايوه، انت معزوم امتى بقى يا شيف؟ ايه رايك في شويه الرز الحلوين دول؟ الله، خدوا طعم القرفه ازاي؟ حلو قوي. ايوه، ايه الطبق المفضل للاستاذه شروق اول ما يجي الشهر الكريم وتطلع الرؤيه؟ انا بكره هاكل كذا من ايد مامي. بص، احنا بما انك انت بتتعزمي يعني. احنا اول يوم بصراحه بيبقى عندنا اصناف كتيره قوي. حلو. مختلفه يعني، بقى كل واحد بنلبي يعني كل طلبات افراد الاسره. اللي بقى في اللي بيحب طبعا السمبوسه والجلاش والكوبيبه والحاجات دي اساسي معانا. ورق العنب والبط، الكوبيبه، ملوخيه، مش قادره اقول لك ايه تاني كان معانا. ملوخيه بالفراخ، بالفراخ البلدي المحمره. يعني دي اغلب الحاجات اللي كانت موجوده اول يوم معانا في سفره اول يوم رمضان، دي اساسي موجوده. طيب لما بتروحي ماما تيجي تزورك، ربنا يخليها لك يا رب، تحبي تاكل من ايد الاستاذه شروق التلميذه بتاعتها ايه؟ احنا هنحط البصل فوقيه. هنحط البصل. طيب بقول لحضرتك، ماما تحبي تاكل من ايدك ايه؟ طيب انت عايزه قولي لي عايزه ايه؟ احط على طول؟ هحط البصل على طول. طيب انت كيدك في البيت عندك؟ طيب هو الكشك انا عشان بس الجلافز عشان بكمل القطايف. برافو. لا انت استاذه ورئيسه قسم. هي مش عايزه يا اخوانا تقرب للبصل بايديها علشان بتلف قطايف. بالظبط كده. اتفضلي. تسلم ايدك. يلا، شفتوا الحاجات اللي التركيز ده مطلوب. طب احنا عايزين ندي تركايه كده للساده المشاهدين يا شيف. البصل ازاي نحافظ عليه مقرمش وكريسبي كده؟ يا سلام. انا عارفه بس يعني تطلع منك انت للناس احلى مني اكيد. شفت الرز هنا؟ عينيا البصلايه عشان تطلع مقرمشه بنقطعه شرايح، وبعد كده نحط عليه معلقه نشا. ايوه، وشويه بهارات من الكمون، الكزبره، بابريكا، عصره ليمون، شقشق ميه صغير. أيوة. ونمسك البصل ده نقلبه بالخلطه دي كلها. ونقدح الزيت او نسخن الزيت وننزله في الزيت وهو سخن، ونسيبه يتحمر يبقى بالشكل اللطيف اللي حضرتك شايفاه. الله. لانه ده طبعا نفس بصله الكشري. صح كده؟ نفس بصله الكشري. ده الرز خلاص جاهز كمان اهوت. تمام. نظبط الملح وعيار الملح. كمل بقى القطايف. أيوة. زي الفل. تسلم ايدك في القطايف. طيب الاستاذه شروق وهي بتلف القطايف، والقطايف في ايدك بتتكلم مصري يا بنت الصعيد، طلعينا فاصل. يا سلام، هنروح لاحلى فاصل ونرجع مره ثانيه لبيتنا في القناه الاولى مع الشيف مغيث. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ما شاء الله يا استاذه شروق، ايه ده كل الكميه ديت؟ فن ورؤيه. انا بس على ما ركزت شويه في الرز بالخلطه كانت عملت دول. انت على فكره في الفاصل بتبقى سريعه شويه. اسرع شويه. اسرع شويه. تسلم ايدك. ده الرز، انت شفت ازاي خلاص او قرب يستوي.
بننزل بقى بالايه؟ بالكلاوي بتاعتنا. ايوه شفت ازاي الجو ده؟ بالبيون بالبهريز بالحلويات هو ده. والقرن الفلفل الحار ده، لان الكبده والكلاوي من غير فلفل حار تحس ان هي يتيمه. طبعا. طب فكرت تاكلي كبده كده من غير قرن فلفل حار؟ لا ما مش بعرفش. ما بعرفش. مش كبده. لا لا لا. أيوة. لازم ال الف هنا شيف. خلصت ده ايه؟ قرن الفلفل. هنغطيه ونسيبه يقول لك اتقل على الرز، ويا سلام لو بشويه كلاوي. لغايه لما يستوي. حلو قوي. احنا خلصنا. هنعمل دلوقتي شوربه الجزر سريعا كده مع بعض. يلا بينا. القطايف نحمرها؟ يلا بينا. نحمر الكميه دي كلها؟ انت عازمه حد النهارده يا فندم؟ لا خلاص. مش عازمه حد. مش عازمه حد بس انا سريعه قوي. طيب. تعرف. هننزلها في الزيت. لازم القطايف تنزل في زيت شديد الحراره. ما ينفعش عشان تقرمش يا شيف. عشان تقرمش وعلى طول مره واحده تستوي، لو سبتها في زيت بارد الحشوه هتطلع منها. بالشكل ده كده. شيل ده من هنا. ممكن بقى تطلع من الزيت. البعض بيخطأ وان هو يغطيها، احنا ما نغطيهاش عشان ما تبقاش طريه. يعني اي مقلي قطايف، بلح الشام، الحاجات دي كلها اللي بنحب ناكلها مقرمشه، لازم ان هي بعد ما تطلع من الزيت ما تتغطاش، تتساب كده مكشوفه عادي، خاصه بعد ما نحط الشربات عليها. الكميه دي كلها زي الفل، وما نقلبهاش يا استاذه شروق. يعني ما نفرحش بقى ان احنا عاملين كميه قطايف كتيره ونمسك المعلقه ونقلب. لا زي ما هي كده هتلاقيها تستوت دلوقتي. شوربه الجزر على الشاشه بعد اذن اخواننا وحبايبنا فريق العمل. جزر مبشور، بصلايه ناعمه، فص توم محترم، شويه كريمه لباني، مكعب من الزبده. طبق الشوربه بيعني للاستاذه شروقي على السفره في رمضان. لا والله طبق الشوربه مهم جدا. يعني انت ممكن يعني عايزه اقول لك انا ممكن اتخلى عن الشوربه في الايام العاديه، بس في رمضان لا، بحس ان انا لازم ابدا بحاجه كده. شوربه تاهل معدتي ان انا هاكل. وهي على فكره مفيده جدا وصحيه. المعده طول النهار ما فيهاش حاجه. صحيح. ما تكونش سخنه جامد كمان يعني. لا لا ما تكونش سخنه جامد. يعني تفضلي طبق الشوربه في البدايه ولا طبق السلطه؟ لا الشوربه. 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 على الفطار. حلو. ابدا بالشوربه بقى وانوع بقى، يعني ايا كان بقى الكلاسيك بقى اللي هو لسان عصفور والشعريه، وبعد كده ممكن بقى بروكلي. ايه الطبق المتكرر للاستاذه شروق دايما في رمضان؟ يعني نشوفه في رمضان في الاسبوع مرتين. بص ثلاث مرات. انا هقول كلنا انا كده. اول ما بدات طبعا، اول ما بدانا رمضان طبعا احنا حكيت لك السفره بتبقى عامله ازاي والاكل بيبقى عامل ازاي، فهبتدي بقى نلاقي ايه الميزان بيتكلم. فطبعا ايه الواحد بيرجع تاني بسرعه بسرعه بسرعه، يتجه الاكل حلو برضه بس يكون هيلث. حلو. ما يفوش دسم كتير، ما فيهوش مثلا كالوريز كتيره، فبحيث ان هو يعمل البالانس ده. حتى بعد خمس ايام. هتلاقيني بقى اساسي عندي كوسه وجزر وبروكلي. كل يوم ده طبق اساسي بتاعي. حلو. يعني اشبع بيه، وممكن بقى ايه اخد حاجات بسيطه من باقي الاكل. حلو. ده في الـ في الـ في الايام الاولى من رمضان. حلو. بالنسبه للشهر الكريم طبعا انت عارفه ان احنا دايما في النص دلوقتي العشره الاوسط للشهر الكريم. بنستعد لعمايل كحك العيد وبتورز، وانت بنت الصعيد بقى تلاقي الصعيد الجميل. عائلات تعزم عائلات، والعيله اللي صحيح. تعزم هي اللي ما صحيح. تعملش الكحك، عارفه انت الجو ده. لا بص يعني فعلا الكحك وبرده ده من العادات المصريه الاصيله، مش بس الصعيد الحقيقه. طبق الكحك اللي بيلف مع الجيران والقرايب واللي بتتباهى بقى وتقول انا عملت كحك وشايله لكم طبق على جنب. حلو. مهما اشترينا كحك جاهز الا عمل البيت، تفضل ريحه كحك البيت وفي البيت نفسه يعني بتدي بهجه وفرحه وليها طعم ومذاق مختلف بصراحه. حلو. طيب انت بتعملي كحك العيد في البيت ولا ماما برضو تيجي تعمل؟ والله لا انا ما بعملش كحك، بس ممكن تعزمني واجي انقش معاك الكحك. ده علاقتي بالكحك. طيب. ماما كانت بتعمل الحقيقه يعني على حسب. سنه تلاقيها عملت مثلا وكلنا نيجي بقى انا واخواتي واولادنا وعشان نتجمع كلنا عشان فرحه اكتر من احنا كمان هناكل. هو الميزه في عمل كحك العيد ان هو بيلمنا كلنا. صحيح. اللي يشغل مكنه البسكويت ده بالنسبه لريف المصري والصعيد المصري. الاعداد دي موجوده لغايه دلوقتي. ويعمل الكحك وينقش الكحكايه الحلوه الجميله وهكذا، ده بتبقى حاجات حلوه يعني، ويفضل ان احنا نعمله في البيت وسهل. طبعا هو دي وسمنه ده بس. لا هو مش مع كل الناس سهل يا شيف يعني. لا والله في ناس بتخيب منهم، وفي ناس الكحك بيبقى كابس، وفي حاجات كده يعني. يعني بس اكيد هنعرف كل التريكات دي منك يا شيف بقى قبل العيد طبعا. باذن الله طبعا. بمناسبه الكحك العيد لنا برضو موقف معاه أكيد. وننتهز الفرصه بكره
عيد الزعف طبعا لاخواننا الاقباط كل سنه وانتم حد الزعف كل سنه وهم طيبين طبعا كل سنه وان شاء الله لنا مفاجآت العيد برده هنعمل حاجات جميله كل عام وهم بخير كل سنه وهم طيبين وادي الجزرايه مع الزبده دي شوربه الجزر زي الفل وادي الرز بالخلطه كمان خلص الله هتغرفوا لنا ازاي يلا ده يلا بينا اهوت هو بس نقلبه بقى ولا بص بقى في طريقتين للغرف بص بقى ده الابداع هنخليه كده بعيد عن النار في طريقتين للغرف الطريقه الاولى اللي انا هعملها دلوقتي أوكي. اللي هو يا ست الكل هناخد شويه الكلاوي دولت انا هشرح لك وانا عايزك حضرتك تعرفي انا حابب تشتغلي بص هناخد الكلاوي اللي على الوش أيوة. دي مع القرفه والورق اللورا ونحطهم هنا تمام ونغرف الرز في الشفديش بتاعنا وبعد كده نحط الكلاوي على الوش ايه رايك عشان يبقى الشكل جميل برضه اكزامبل يلا انا تمام طيب انت بتعمليه في البيت كده بنفس الطريقه ممكن يتعمل في قالب على فكره بصراحه ببقى عامله كل حاجه لوحدها يعني انا التركه بتاعت انه نعمل الاثنين مع بعض دي انا كده النهارده اتعلمتها من الكشف دي ما اعرفش يعني حاجه بصراحة. سريعه ما اعرفهاش ما اعرفش ان انا يعني ما تجيليش الجرأه زيك كده بس النهارده خلاص عرفت ان انا اسوي الرز مع الكلاوي انا عامل كل حاجه لوحدها واحطهم فوق بعض حلو بس ما اعرفش بقى لكن دي التركه عجباني الكلاوي بس ما دي عشان كده طعم الرز هيبقى مميز طبعا يعني غير لما بيتعمل كل حاجه لوحدها وعايز اقول لك القطايف طالعه جميله اللون الجامد ده الله. شفت اللون المهم ده المهم القفله تمام القفله تمام بس كده خلاص القفله تمام تسلم ايدك ربنا يخليك يا شيف رفعت معنوياتي النهارده على فكره لا انت شاطره في المطبخ بس انت قلت تركايه عجبتني فانا بعرف من يعني حاجه مش لازم تطبخي وتتعبي والجو ده حاجات صغيره كده بتقول انك انت شاطره في المطبخ ربنا يخليك يا شيف الاستاذه شروق ساعات تخش المطبخ وهي معصبه مضطرة ولا لازم تخش مزاجها رايق وفايقة ورايقة وتشرب القهوة بتاعتها وتسمع الأغنية اللي بتحبها وهي في المطبخ بص يا شيف أنا فعلا لما اتعلمت أطبخ عرفت يعني إيه إن الأكل نفس والأكل مزاج ومود ولازم طبعا. الواحد يبقى رايق وداخل يطبخ بحب بيبان في الأكل الكلام ده وداخل يطبخ بحب يعني الموضوع ده بجد يعني حل. لأنه فعلا الواحد لو متضايق أو موده مش كويس مهما عمل برضو الأكل بيطلع فيه حاجة نقص او في حاجه مش مظبوطه او مش زي ما هو متعود ان هو يطلعه مظبوط ففعلا ده بيأثر جدا على المطبخ بس طبعا احنا في كل الاحوال كل الامهات طبعا كل الناس اللي بتدخل المطبخ زعلانين فرحانين هنطبخ يعني هنروح في المطبخ فين ده اللي انا بدور عليه بقى هنروح فين يعني بيبقى مودي يعني واحده تقول لك وانا متضايقه ما اخش المطبخ لا طبعا واحده تقول لك وانا متضايقه اخش المطبخ الاقي حل للمشكله بتاعتي تغير مزاجها تغير مزاجها ممكن برضه ايه رايك نحط الشربات على القطايف يا نعم هنقلب بقى الرز هنا اهو ايوه الله عليك حلو قوي شفت العود القرفه ده كده شفت الشربات الحلوين دي كده تجنن القرفه مع الحلو والحادق بصراحه شفت الايات هو المفروض ان احنا بنغرق القطايف في الشربات عشان برضو حبايبنا اللي بيشوفونا بس انا بحب الشربات قليل في القطايف ما بحبهاش غرقانه يعني عشان اكل واحده واثنين وثلاثه هو لعلمك يا شيف برضو الشربات ده طول عمري برضو بحس ان هو مزاج يعني في ناس تحب الشربات التقيل وفي ناس تحب الشربات الخفيف انا على طول الوقت بحبه خفيف حتى في الاكلات اللي هي زي البسبوسه مثلا بتبقى عايزه تقيل وكده لا انا بحب الشربات خفيف برضو وبعدين لما يكون الشربات خفيف بتتحكمي في السكريات بتاعته كريمه لبانه على شوربه الجزر شفتك الشربه لونها فاتح ازاي الله يعني احنا كده يا شيف ممكن نعمل الكريمه اللباني على اي نوع بقى من الخضار بحيث ان احنا نغير يعني بص الكريمه اللباني حبيبه الطماطم في الشوربه اوكي بنت عم البطاطس في الشوربه يا سيدي بنت خالد شوربه الجزر في الشوربه يعني هي لها مكانه في كل حاجه يعني بس في الطماطم تبقى حلوه قوي وادي الشوربه تسلم ايدك ايدي ادي القرفه الحلو ده كده ايه رايك في السفره بتاعتنا يا استاذه شيف تجنن تقدري تعملي الاكل عايزين نحتفظ بيها لغايه المغرب بقى ايوه زي الفل انت بتقفي في المطبخ قد ايه من التايم بتاعك الوقت تقريبا لو انا هطبخ مثلا تبقى ساعتين مثلا لو هعمل حاجات كتيره حاجات مختلفه على حسب بقى الحاجه اللي هتتعمل ايه يعني قصدي لا بتحبي تقف في المطبخ وقت كبير على حسب وقتي وعلى حسب الحاجه اللي انا هعملها بس ما عنديش مشكله يعني انا ما عنديش مشكله اقف في المطبخ اعمل اي حاجه بس حد يجي يلم ورايا يعني بس دي مشكله حد يساعدك حد بس يعني فريده ممكن تخش تساعد يعني كده
شفتي شوربه الجزر؟ يا ريت شوربه الجزر. اهوت عملنا النهارده رز بالخلطه على طريقه الاستاذه شروق مع كلاوي، وطبعا هي البصمه الاخيره والتركيه الاخيره في غرف الرز. عملنا كشك من الصعيد لبنت الصعيد اللي نورتني النهارده على شاشه القناه الاولى واللي اتشرفت بيها في برنامج اكله امي. معانا كمان القطايب بالمكسرات عملتها بنت الصعيد. جبت اللي عملت المنيو النهارده كله. يا سلام. انا ما عملتش غير الشوربه على فكره. الله ده كتير عليا الكلام ده. تسلم ايدك. شفتي؟ خلاص خلص الشوربه. احنا كمان كده ايه خلصنا ادي الرز. الجارنش برزنتيشن في الطبق مهم بالنسبه لك؟ طبعا مهم جدا. ايه رايك نحط هنا عود نعناع حلو؟ طيب يلا بينا. مش بيقول لك العين تاكل؟ اه طبعا. لا ده كمان يعني الساده المشاهدين لو كمان شموا كمان ريحه النعناع الفريش. عامل ازاي؟ يعني بجد يجنن. نختم الحلقه يا استاذ شروق بعد اذنك. مبسوطه جدا انا كنت معاك النهارده شيف صراحه، يعني اتبسطت جدا بالاكلات والتركات بتاعتك اللي هجربها ان شاء الله، وهقول لك بقى يعني هكلمك زي ما كنت بكلم ماما. أيوة. هكلمك واقول لك انا تحت امرك التركات اخبارها ايه. مبسوطه قوي ان انا كنت معاك النهارده، يا رب اكون يعني كنت ضيفه خفيفه عليك وضيفه خفيفه الاكل خلص بسرعه على الساده المشاهدين، واكلات جميله وممتعه يوميا مع الشيف مغاسي. ضيفتنا بشكر ضيفتنا بنت الصعيد الاستاذه الاعلاميه المتالقه على شاشه القناه الاولى الاستاذه شروق عماد الدين اللي نورتنا النهارده، وعرفنا الجانب الاخر من حياتها في المطبخ واسرتها، وده حاجه لطيفه لما تشوفوا مذيع متالق في النشره الاخباريه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. شكرا يا استاذه شروق. ميرسي يا شيف. مطبخنا رؤيه فن ابداع مع ضيوف مميزين ولاد التلفزيون وولاد القناه على شاشه القناه الاولى في الشهر الكريم كل يوم. شكرا.